بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة وسلام نربي خمر مذن عندنا والفن نعمة بإني أتق ثقة مذ إيمان ما رأى. الإيمان، تعريف الإيمان، إيمان دشنر لشي نعمة، هو قول باللسان دلن ملن أيت مقلق، واعتقاد بالقلب يروند أن المقلق اعتقادت مقلق، يعني لا يشك 1%. نعم، هيج هيل ورنشتو شك بول ملل تنن قلبوند. نعم، وعمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب وعمل الجوارح، يرومزون عملي وبدن مزون عملي، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طاعت أوادت تري حسنات إشلر إتمكلك بلن بذن نعمة إيمان مذ أرتيا، وقنا حرام إشلر إتمكلك بلن بذن إيمان مذ بثليا. نعيد مرة أخرى، مين برغي ذا قايت هلاني؟ قول باللسان لا إله إلا الله، دلم ملن آيت مقلق مثالنا لا إله إلا الله دي مقلق، اعتقاد بالقلب لا يشك أن الله سبحانه وتعالى هو الإله المعبود، يروم ملن اعتقادت مك يروم ملن إيمانت مقلق نامة الله تغلن يكتاق وادد حق الإله دينا، يعمل بالجوارح مثلا يدفع الزكاة، öz bedenimilen yerine yetiriye neyme diye mesela çünkü zekat çıkar ya. يعمل بالقلب يحب الله ولا يحب أحد مع الله. يروولن عمل ديه الله نفية نعمة وعلى تعالى üçün bir nüfeyye. يزيد الإيمان بالصلاة النافلة بصيام الاثنين والخميس. Taqat vaadatları etmek bilen imanı kal ya nəmə zekat vermek ya olmasa nefil namazını okumak برنج دورنجون أغذى كلمك نبل أغذى كلمك ينقص الإيمان بالمعاصي مثلا نسأل عافى السلام أكل الربا حرام قناة إشتر إتمك لكلان إيمان مذدشيا إيمان مذبثيليا نعمة فيت خور لغة مك مثال جين فيت خور يدام نعمة إيمان بثيليا أركان الإيمان 6 إيمان 6 ركن وار والله أعلم.